وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقوله تعالى أمن يجيب المضطر، المضطر يختلف عن الداعي، من ثم فإنه في حالة الاضطرار تنقطع بهذا المضطر جميع الوسائل والسبل، ومن ثم يكون تعلقه بربه عز وجل تعلقا كاملا. ولذا هؤلاء الكفار يشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، فإذا جاءت حالة الضراء والشدة تفرغت قلوبهم لله عز وجل في تلك اللحظة، بل كما قيل في بعض كتب التفسير إنهم يلقون أصنامهم في اليم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا يفيدنا بأن الدعاء من الدين، إذ قال مخلصين له الدين.